اشرحي لنا انت لما رحتي عملتي ايه؟ يعني رحتي قبل المنتدى بكام يوم مثلا وكنت بتعملي ايه؟ انا عايزه ابين للناس قد ايه الشباب بيتعب وقد ايه الشباب ده ما كانش رايح يهرج ولا رايح يتفسح ولا لا، واختاروها ازاي كمان يشتغل. انها تشارك في المنتدى ده تحديدا يعني، ولا كل شباب هو بيسمح للناس كلها يعني، احنا ثلاث دفعات بيسمح لاي حد ان هو يخش المنتدى طالما انت بتشتغل. يعني احنا على فكره شغالين على المنتدى من شهر 9 بس هنا في القاهرة قاعدين يعني في مكان معين بيبقى تبع الرئاسة اسمه المجالس التخصصية، فده المكان بتاعنا اللي احنا كأنه المطبخ المبدئي لغاية ما بنروح لغاية شرم الشيخ. فاحنا شهر 9 شغالين بنختار ايه المحاور اللي هنتكلم فيها في المنتدى، والمواضيع لازم بنراعي ان المواضيع مختلفة عن كل سنة. بس فده كده بتبقى قبل المنتدى بقد ايه؟ سافرت يوم 28 نوفمبر، طبعا في ناس كانت من قبل من 22 نوفمبر، بس انا سافرت من 28 وابتدينا على طول شغل، لان شغلنا مش احنا بس اللي بنعمل يعني، بيبقى معانا شركات تانية هي اللي بتختار مثلا معانا المتحدثين، في منظمات كمان كان ليها دور ان هي تختار معانا الجلسات. يعني مثلا كانت اليونيدو كانت مختصه بجلسات، كان في مؤسسه مثلا اسمها حلم، دي الناس ذوي يعني متحدين الاعاقه، تحدي الاعاقه دول برضو كانوا مثلا ماسكين ورشتين، دي كانت رائعه جدا. وكمان معانا طبعا الخارجيه هي اللي بتشرف إشراف كامل على المحتوى اللي احنا بنقدمه. بس فطبعا التنسيقات اللي من اول دي بتبقى حاجه لطيفه جدا، ان احنا نبقى واثقين ان المحاور دي تمام خلاص مظبوطه، بيبقى في رؤساء، بيبقى في وزراء جايين بيتكلموا، فاحنا لازم نبقى مظبطين هم ايه رؤيتهم في حاجه جديده احنا مش عارفينها. هم الخارجيه بيضيفوا لنا هذا الشق الاكاديمي لان احنا طبعا ما بنبقاش عارفين كل حاجه. بس ف بنبتدي بقى شغل على طول. وبعد كده هو كمان مش شغل يعني، انا كنت مختصه بحاجه في المحتوى، احنا شغل في ناس في المطارات، في ناس في القاعات، في ناس بتظبط الانتقالات، في ناس بتظبط التسكين، لان احنا في الاوتيلات بنبقى قاعدين زي كاتيجوريز كده. يعني مثلا البرنامج تاهيل الشباب بنبقى قاعدين مثلا في اوتيل، لان احنا مثلا المنظمين اللي بنشتغل الفي اي بي في اوتيل، الناس الاتنديز الاجانب في اوتيل، الاتنديز المصريين يعني بنبقى متقسمين. فطبعا كل ده عشان نجيبهم من الاوتيلات للقاعات ومن القاعات للاوتيلات بيبقى محتاج التسكين يبقى قوي، محتاجين الانتقالات تبقى قويه، لان عددهم بيبقى كبير. بس السنه دي كمان كانت منظمه جدا، لان احنا كنا مقسمينهم الاوتيلات دي خلتنا ان احنا عارفين نتحكم في العدد اللي جاي واللي ماشي. يعني مثلا الافتتاحيه والحفله النهائيه مش اي حد مثلا بيحضرها، انا لسه كنت هقول لك يا بوني كنتوا بتبعتوا رسائل على او ايميلات لكل شخص بان انت مدعو تحضر ده او لا. ايوه يعني. او لا، وكمان المسرح يعني مثلا السنه اللي فاتت المسرح كان بدعاوي، لا السنه دي كانت مفتوحه للكل، وده خلى المسرح كان جميل جدا. يعني ده كان من اول يوم يعني من العرض الاولي بتاع المسرحيه كان للكل؟ لا العرض المسرحي ده لا، ده كان يوم الافتتاح المسرح، ده كان يوم 13. تمام. المسرح ابتدى يوم 14 يوم 15 و16 بالظبط، وال 14 كان حفله الافتتاح، ويوم 17 كان حفل الختام. بتقعدوا بقى في كل تفصيله بتقعدوا تتكلموا فيها وايه اللي هيحصل فيها؟ مش سايبين اي مجال، انا مش بحس كده، مش سايبين اي مجال للصدفه يعني ان هي ممكن لا خالص. يعني احنا محددين كل حد هيتكلم في ايه، بنبقى عاملين اوراق تعريفيه كل جلسه هتتكلم في ايه، كل ورشه هتتكلم في ايه، وقبل الورشه وقبل الجلسه كمان بنبقى مظبطين طيران بتاع المتحدثين بالاخص هيجوا امتى عشان نلحق نروح لهم الاوتيل ونعرف نتكلم معاهم. وبنعرض لهم كل الحاجات اللي احنا عايزين نتكلم فيها معاهم، بعد كده بنسالهم انتوا عايزين تضيفوا ايه، لان طبعا مش عايزين مفاجآت في يعني في الجلسات ممكن ناس تفاجئك لو حد مثلا وزير او مثلا رئيس، يعني مثلا كان في حاضر رئيس مثلا السنغال معانا، فهو لو قال حاجه احنا مش متوقعينها مش هنقدر نقول حاجه طبعا. لكن في الورش اكتر بنحاول نحكمها ان احنا نبقى عارفين كل حد هيقول ايه، وده كمان بيبقى تتكلموا معاهم مسبقا بقى في الاوتيل قبل ما يروح الجلسه. وبيبقى يعني اللي مهتم اكتر بده المودريتور بتاع الورشه او الجلسه، الحد اللي بيقود اللي هو في الغالب بيبقى قاعد في النص والناس يمينه وشماله. ده اكتر حد بيبقى مختص ان هو يقول للناس انتوا هتتكلموا في ايه بالظبط، احنا هنعمل ايه بالظبط، فطبعا عشان ما يحصلش اي مفاجآت. طبعا احنا مؤتمر العالم كله بيشوفه في وقتها، ففكره المفاجاه ان يحصل مفاجاه مره واحده في اي شيء مش مطلوب. انا بشوف حتى ان انتوا حتى كنتوا مركزين في موضوع لبسكم ويعني وكل كل ده كان محسوب يا مونيكا. لا وكمان الترجمه، يعني احنا عندنا مثلا مش بنترجم غير انجلش وفرنسي، فده كان يعني
مهم جدا ان احنا نتاكد ان في كل جلسه وورشه هل في متحدثين بيتكلموا فرنسي عشان نوفر ترجمه فرنسي. يعني في تفاصيل كده مثلا في ورش مش هتحتاج في ناس مثلا متحدثين واجهنا مثلا معاهم مشكله ان هم بيبقوا متحمسين فبيتكلموا بسرعه فالمترجم مش لاحق يترجم. طب يا جماعه طب بالراحه شويه. طب يعني انا كان دوري شويه كده لو ممكن نتكلم بالراحه شويه. كل اللي داخل انتوا حتى الشباب اللي داخل في الجلسات العامه بياخد الهيدفون بتاعته عشان يسمع الترجمه يبقى قاعد فاهم يعني. لان هو لازم هيبقى في حد انجليش فلو حد الانجليش بيعرف يفهمه كده على طول اتس اوكي. لكن يعني بنهتم اكتر ان هو يا جماعه الهيدسيت بتاعتكم لو سمحتوا كان بيبقى في تعب في الموضوع ده. والسنه دي كمان كانت منظمه جدا موضوع الهيدسيت ده لان احنا بناخد منهم بطاقه او الباسبورت طبعا بتاعهم. طبعا ممكن وارد ان في حاجه تضيع بس السنه دي بقى كانت فاجئوني بحاجه. كان معايا متحدثه في الورشه بتاعتي من كينيا فورشتنا كانت يوم الخميس. احنا الورش التحضيريه بتبقى قبل الجلسات قبل المؤتمر نفسه فمن يوم الخميس هي نسيت الهيدسيت بتاعتها وطبعا مش هعرف اخد الباسبورت بتاعها غير لما ترجع لي ده. بعدها بخمس ايام لقيت فعلا ان الباسبورت بتاعها موجود ما ضاعش. فلا يعني احنا كل سنه بنتطور طبعا في حاجات بنقع فيها بس لا نتعلم فيها للمره اللي بعدها. فلا بصراحه ابهروني ان الباسبورت كان موجود بعد خمس ايام. يعني المفروض هي اصلا المفروض تهتم يعني حضرتك انت اصلا هتسافري ازاي من غير الباسبورت بتاعك. فطبعا هي حاجات بتحصل ما فيش حاجه طبعا.